التلفاز. ازي حضرتك؟ عرفيني بنفسك واسمك ايه؟ جهاد محمد زكي. ايه؟ جهاد محمد زكي. جهاد؟ اه تمام. كان عند دبلوم فني يعني بيبي وعايشين هنا. تمام. يعني كان عندي من فتره كده دروب اكل بيتي بقالي 3 سنين الحمد لله. لما لقيت نفسي الحمد لله كويسه فيه قلت خلاص اطور المشروع. انت شاطره اصلا في اكل البيت يعني؟ الحمد لله. انا بقالي 3 سنين شغاله وعندي ناس كتير يعني اعضاء كتير عندي على الجروب وكده. فقلت خلاص بقى انزل اعمل. طب لقيتي تشجيع في البيت بقى؟ جوز حضرتك شجعك ولا؟ اكتر حد سندني والله. يعني مين تاني شجعك غيره؟ بص هما اكتر حد خلاني اخد الخطوه ان انا اعمل جروب اصلا من اول وهم اخواتي جوزي لان هما كانوا بيحبوا الاكل بتاعي جدا. تمام. فهم اكتر ناس خلوني ان انا اخد خطوه ان انا اصلا اعمل اكل في البيت. بس لما قابلت الفرصه ان انا لقيت العربيه دي ينفع ان انا اشتغل فيها فلقيتها اخدتها يعني. كونتي جروب على الفيس وكده؟ اه انا عندي جروب بقاله كان عندي فيس 16000 متابع ما شاء الله. عندي كتير ناس يعني دكاتره كتير وعملت حفلات كتير وعملت رسومات اكتر. حلوه. معاك اولاد ايه؟ معايا محمد وعمر. محمد في سنه ثالثه وعمر داخل كي جي 1. تمام. تقولي بقى للبنات وللصبيان اللي ما بيشتغلوش وقاعدين على القهاوي يقولوا ما فيش شغل لا 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 مفيش حاجه اسمها مفيش شغل والله. هو كل حاجه صغيره في الدنيا نقدر نطلع منها حاجه كبيره جدا. يعني انا اول ما اشتغلت ما كنتش افتكر ان انا ممكن المشروع يكبر وابقى عندي جروب كبير وعندي. انا فعلا بحب شغل جدا. اول حاجه لازم تكون شغل بتاعك حاجه لازم تتعب. اهم حاجه انت تتعب. تعبت كتير جدا في شغل اي حاجه مظبوطه. كلمه اخيره بقى لستات البيوت اللي ما بيعرفوش يطبخوا. لا بص مش شرط انا وانا متجوزه كنت متجوزه مش بعرف اعمل اي حاجه. مع الوقت والتدريب والممارسه كتير بقيت بعرف اعمل. ستات كتير بتكسب تطبخ والله. لا 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 والله انا كمان بشوف لان انا ناس كتير ستات بتتعامل معايا. ممكن اشوف الموضوع صعب في الاول بس بعدين لا والله كل حاجه مع الوقت بتظبط معاكي. ممكن تبص منك مره اثنين بعدين بتظبط وتبقى زي الفل. تمام. ربنا يوفقك. ربنا يكرمك. شكرا.